هاتوه. أولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الأمير السلطان. تقدم أيها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولات الأمير. الزواج. نتزوج. نتزوجك مين؟ أنا وأنت نتزوجك؟ أنا وأنت. لو نضرب بعضين عرف كده وأي مغرف سكر قريش ولا إيه؟ بس على شرط. طيب سيبني وتمشي ليه؟ كابيه. أيوة حاضر، خلاص خلاص. مولات السلطانة شجرة الرز، الأمير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز، مولاتي الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي، أنا أخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاتي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا، اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقلي بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العلماء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا. اولاد ازاي ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع للمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزل الاعدادين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاق وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبة ناس بتتدبح ترجليك. تحية وعظمة لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت بتخزون. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. ذكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من القصار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوه التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوه دي؟ الامير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول. لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدوام؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصره دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل
ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاة السلطانة شجرة الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسة. عايز عيوني المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. زعمور حبيبي. خيانة الحرية، خيانة. خلاص يا لمبي، بس يا لمبي تعويض من هنا يا لمبي. بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولدي الوحيد، هو ده كله. وحشني ابويا. متخافش متخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. انا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. لا لما تيجي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب. طبعا ده حبيبي. ده حبيبي لعبه لحد ما تبحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا طبعا. ما هو ده لحظه بقى، لحظه بقى يا عم حبيبي. بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ابن الوايه. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخله دي فيها غبه جامده عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسه في الدخله. الدخله دي مش حلوه. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني. يا كمان هتوريني كده يا حبيبي. بابا ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا براحتك. ابويا 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 الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلستك. ده انت غلست قوي. ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعك. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوي بحاجة تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. كان الحصان في بطنه ابويا. مش دول مش دول. هو كان الحصان. والله هو دول مصحف. انا هجيب من حصانة تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك مالواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان.
يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده، اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر من كده يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. الله ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا مدعم. لمبي هذا ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله. شكلها ايه؟ متناثره الاحجام، فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه مني يا ست هادي؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد الكرم؟ ها فجاه في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجه وايه وفاكره نفسها زغلوله، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الامير امر الدين ومشي عمله تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع المسك. مولاتي السلطانه شجره الرز، لقد قتل الامير امر الدين خشاف يا مولاتي. الامير امر الدين خشاف؟ ايه الامير امر الدين خشاف يا مولاتي؟ كل سنه وانت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ من اللي قتل؟ وكمان عامل لي مفاجأة انك قتلت قمر الدين؟ مين انا؟ يعني تير. انت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش قمر الدين ده. انت حبيبي. ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى طمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطه. انت عارفه انت جايبه اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك خربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقه. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المحروس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعت المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين؟ بيقول لك بكره الفرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع.
ما احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفتة. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجة؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبدة عند المملوك؟ هو هو شكرا. قوم. انا رجلي وجعتني قوي يا شجره، شايفه الكلام ده؟ انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجلي دابت من الوقفه، والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. موتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزله. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي ورب بحق جاه النبي، يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفضل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشعب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب صوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره مفلتين، ها، وقعده وحجرين والصباحه وهي ترقصت وكده. يعني بقى ليله الدخله لو انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سخرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق
يعود عليه وبرامه وراح حافظ بصمونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! وطول الليل رغم ذلك فضلت دخنة قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس! نعم؟ لويس! قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس! يا عم هو كل شوية غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس! انه ايوه قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطة ما تخربش البيه. لذلك فقد كررت ان الفرنساويين يدخلوا المنصورة زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصوره. المنصوره هخش على المنصوره كويس. احنا هنفضل الشوارع ونفضل الحواري ونفضل البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضه مقشره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي. انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجاله وانا ايه؟ يا بنت المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقه واحده وخلص. الله، وشعب المنصوره هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلب الزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حل الجزم، شربات ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه، في نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجي لنا مسافه السكه يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها؟ والايام ايها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحريه، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا الى العمل، انتشروا بقى يلا. بس يلا يا عم، طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ ايش الشعب الغلس ده؟ ما يلا انت اهو، لا ما يلا يلا امشي انت اهو يا يا ولاد ال... يلا يلا انت اهو يا يلا يلا بقى. يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه. ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجرة الرز ترضى على نفسيها إنها تتهزق قدام شعبها ويقولك عادي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا إزاي يا مولاتي؟ إزاي؟ يا طربال، أنت عندك مشاكل كتير قوي. أنت خلقت عين حمامة وماشي في كل حتة يقول أنت فين يا زينات، أنت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. أنا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه ما هذا وبلاش كروته، عملها قبلك.
دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا دنسة برا، يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك يا شجرة أحد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذ لي في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايزة فستان تقلعيه ونطلع نضرب سمين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجة قرف. صفوة العم هنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين بس يعني؟ ما هو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، واديني قعدنا في الكرسي اهو قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. عاطل قاعد عاطل ديكرومي. و يا اهل مصر طيبين، التتار جايين يا مصريين. اللهم حذر، اللهم بشر، اللهم بشر. التتار جايين. خلي بالكم، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، من دولك الحكام بيتعبوا بيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص، مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب ايها الكلب ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار، مين انت؟ مش عارفني؟ ده الموتون ما بقاكبش في ده؟ ده مين ده؟ ده حيكمشوني ويبقى في حشمي ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال؟ كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريد. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل، انا منك وعليك، وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه اللي واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكه للبلد. رايح على فين؟ اللي رايح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف باقصى سرعه جدا، ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ليه؟ وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك ما انا شايفه. انت هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل. ها في بنت هنا من الجواري. ايوه بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه اشاعه سمعتها من سنين
وبيقولوا إن البنت دي من أصل هريسي. إيه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها أنا بقى دي. أنت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عمالة ترقص، وكنت عمالة أنا أقول لها إيه؟ يا بنت دي إيه؟ دبانة ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة. أيوه. دي بقى تعمل إيه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى إنقاذ حياتك في إيديها. البنت دي لو حمكت هتبقى إنقاذ. طب و... والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها. أيوه يعني إيه كلام ده؟ أنت كل ده وما فهمتنيش؟ يعني إيه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا أنا براءة. أيوه خلاص، يبقى أنت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده وفي السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى القوة دي. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص هو اسمع. اسمع ما تقول. اسمع لما اقول لك قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حركت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. ده كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سرية تامة، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجرة الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروس عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله، وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضياء انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مساله السلخ دي سيبوها عليا انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه وخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أنت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. أنا اللي بقول لك أنت مين؟ اتكلمي تاني كده؟ انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. ايه انت محروس؟ 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 انت محروس؟ يا ست محروس مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك.
بقضيك يا أسألك سؤال، هو أنت الأمير الزينات حكمة العرش اللي هتعرض المفروض على العرش بتاع مصر؟ أيوة أنا زينات الوعيسة الشرعية. لا والنبي. أيوة. وإيه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك أنا الليمبي. ليمبي. الله يخرب بيت أم محروس. طب ويعني إزاي يعني أبقى متأكد إن أنت فعلا هتبقى قاعدة على العرش؟ الدبانة بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانة دي بتتكلم؟ انا برضك العبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكة مصر؟ حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك بترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفاية انهم خلقوا عين حمامة. يا حبيبي يا حمامة. انت يا بنت عندك كهربا زيادة ولا عبيطة؟ انت بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعمية وكل حاجة ولحمة وكل حاجة. خلاص ماشي، بس اهدي شوية دلوقتي. انا هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس أمانة عليكي تطلعيني براءة، لأن هما مرتني في جريمة كده، تربال وشجرة الرز، وأنا ماليش في الكلام ده. أنا جايب المفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارسة ده، وأخد بعض وأمشي على السيدة زينب. أنا زهقت، عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة. حزب ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا، وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أكون لكم، يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان. يعني عيش، حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايد وضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتو طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. ايها الشعب، لقد طعنه تربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة، ويا لها من طعنة. ثم طعنه طعنة اخرى، ويا ويلها ويويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا أنا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وديكوا شايفين المسألة مسألة واضحة وضوح الشمس. قتل الأمير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان، اقتلوا الليمبي الخان، اقتلوا الليمبي
كده بس انت مش تكذب والمصحف ده انت والنبي ده كذاب ما تصدقوش يا جماعه انا غلبان انا مش من هنا يا جماعه والنبي انا من القلعه وسيده زينب بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من هو المقلي ده عارفين اللي بيجيب النصور برضه انا ويا وعيا الله يخرب بيتك يا لمبي بوظت التاريخ ربنا يديك منك يا عم هريسه انت السبب الله يخرب بيتك على يخرب بيت الكنز ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون مجنون ايه يا عم هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا وحياه ابوك اللي تقولي صدقوا الليمبي صدقوا الليمبي شجره الرز هي اللي دبرت كل ده شجره الرز هي اللي دبرت كل ده ها جاري ده اخيرا ظهر الحق ظهر الامين لمبي عشر امين لمبي ودوه على القبر هناك دخلت من هنا في الشرق اضربها بالمبقاب حطوه في الثلاجة عشر امين لمبي انت فين يا زينات انت فين يا لمبي ايوه انا هنا يا حمامة انت فين يا زينات انا هنا يا حمامة انت فين انا هو يا حمامة انت فين يا لمبي انا هنا يا حمامة انت فين اهو يا حبيبي فين زينات فين انا هنا زينات انا هنا هي وحلاوتها هي امال فين فين الليمبي ما انا اهو انت ما بتشوفش ولا ايه انت فين يا ليمبي انا اهو يا حمامه بقول لك ايه يا ليمبي ايه خلي بالك ايه التتار جايين التتار جايين حاضر التتار جايين يا ليمبي حاضر 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 خلي بالك يا ليمبي حاضر ما هخلي بالي خلاص قولي له يا زينات يا عم التتار جايين يا عم انا خلاص عرفت يا عم ده الحرب يا عم الحرب يا زينات يا عم عرفت يا عم انا الطلاب بالثلاثه عرفت التتار الله يخرب بيت ام التتار عليهم التتار جايين يا ليمبي هو يا اخي ما قلت انا خلاص بقى ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده التتار بس خلاص انا هقولهم التتار جايين يا لمبي استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه يلا قول يا ده حبيبي يا عم انزل هو ده ناقصه خانقه هتقولي خلاص الله يا شعب مصر المحبوسه احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم دايرة الزينة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي عاشت الأميرة زينب علوي يحيى الأميرة زينب يحيى الأميرة زينب يحيى الأميرة زينب يحيى الأميرة زينب عاشت الأميرة للطبقة الكدحة الحرب يا لمبي يا عم اقعد بقى يقتلوه يا جدعان الراجل ده والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد يا ده قول لهم بقى حاجه بقى طب انا هعمل ايه دلوقتي قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى لا في حرب فجاه في حرب فجاه ازاي يعني ما لازم تحكمي خش عليهم على طول اذا في حرب فجاه قول انت قول قول لهم انت كلمتين قول لهم كلمتين قدمني قدمني الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها اتفضلي قولي تقدموا الى السنديبات اطلع 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 فوق يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كرات الاسبستون ليمبي نعم مين ليمبي عم هريسه ليمبي حبيبي عم هريسه التتار على الابواب يا عم ما انت هتخنقني انت كمان طيب بس انا حاسس بضعف ايوه ضعف ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب يا الف بركه تعالى بقى خدني من المكان الحر ده تعالى عاوز اموت في القصر تعالى حموتك موت عسل تعالى عاوز اموت في اي حته ده تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يحيى شهيد تحيا شهيد عاشت مصر حره مش احنا يلا 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 خليني شويه يا بنتي يلا بقى ده انت سايله قوي الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟ ايدوني على مالك انزل 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 ما تخافش انزل 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 ايوه بس سيب نفسك سيب نفسك سيب نفسك ايوه بس ما انا مش عارف امسك سيبني انت ما سبتك ايوه متشكرين قوي يا اخويا متشكرين الله يخليك يا لمبي ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه اعرف فين؟ ما مين اللي سحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبة أيوة ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي طيب يمكن دايخ أجيب له نبوت العسكر تجيب له إيه؟ نبوت العسكر نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا أسمك إيه بقى؟
مش فاهم اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي، اهدي منها شويه. اه ايه عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام، هيرجعني لذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه؟ وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبع التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره وبكر بط. ماشي ماشي ماشي، خرف يا عم هريسه. ايوه وبعدين؟ كان شاهد على حبنا. ذكر البط صح؟ ايوه. هي تحذفني بنبوت. ايوه. وانا احذفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت، ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه. لمبي لفني. الفك فين؟ في سجاره؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبه، يا رجال المملوك هضبه، هريسه ابو الليف في النزع الاخير، واللمبي جوز السلطانه شجره الرز مهتم بامره. ده يا رجاله احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره ابو هندمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد هضبه ونفاجئ هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت، بيموت، هنهب فيه اكتر من كده يا بخت. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبه؟ الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز لللمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز لللمبي جوز السلطان. هيا لمبي جوز السلطان. هيا لمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي لمبي. ايوه. قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم. قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزنيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ ايوه. يلا بقى. يا بنت ما تخافيش من خافيش يا بنت. ممكن يأذيني؟ ما تأذيني. هيأذيكي ايه وهو تعبان؟ ده رجليه اترفعت فوق. أنا خايفة. دي علامة مكان الكنز. كنز؟ اه. اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، يقول لك ده كربط. فين هنا؟
الكنز احمد على الكنز يا بنت. ايوه كنز ده هنا النقطه. تعالي يلا تعالي يلا بينا ده عشان نهرب. عدي يلا يلا بينا. ايه ده مين دول؟ الخرفاني. فين الامير تربان؟ الامير تربان مات. واين الاميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة. قعدوا يضربوها بالبباقيم لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. واين الامير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وانت طيب بقى. اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض ايه؟ انت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي. دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها. ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها. خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو. إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت. استنى يا عم حماسة صور وخلاص. الله أنت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقبضك الشعر. هياكل وحيشرب وحيتنح بقى ما انت مش كده زيت السلطانه. ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيتباع لك اي خروف من الواقفين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي. لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه. انت تصرف انت شكلك قائد عظيم. انا حساس ان حضرتك مش خاطر. انا عندي ميتنج دلوقتي. اوكي؟ يلا بينا يلا يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى اوقف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي في ايه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا يلا بينا. ما تقعديش تقولي فيا ومش فيا حاجه. يلا بجد يا مان. يلا انت نوتة. يلا خلاص استنى هنا. استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي. انت تعتني العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شويه في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس سنية يا بنات. فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن هما. ها هو لمبي. ها لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي. ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك والله. بص هحطك ده فوقك. يلا خلي بالك من نفسك. والآن أغمض عينيك يا لمبي. أهو تعال تعال. أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى. أقدم لك هريسة صنم. أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله. أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي
للميداليه بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عباره عن حمير حديديه في البلد عندنا. اجل اجل. هذه الاصنام الصغيره بالعجوه. ايوه. ان اردت ان تعبدها فاعبدها. ايوه. وان جعت فاكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوه احسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوه؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. إت أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة راد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي يا ويحي، لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ ده أنا بلعب معاك، ده زي عم زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير الاحبل اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم يا قوم، تعالوا وانظروا، أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، انه يسب آلهتنا وامهاتنا وابائنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ انه يسبنا بالكفار، عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صمتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتله. تسلم إيدك. عمو عمو، الشاهد طيب. الشاهد طيب، الشاهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد، أشهد الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا فلترحل اليوم. لا فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي فيش كلمة خالص يعني حصل حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وعود افركض نفسك مستخيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة بعض. ماشي بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. يا قوم يا قوم يا قوم هريسة ابن عبد المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركهم لا نعرف مكانك. إلا عم ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا أما قولي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حسسني أن أنت مراتي وخايفة على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركهم لا نعرف مكانك. أنت بعد أريدو مية؟ هاتي كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جنة البعوض الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات. ده أنت مسافر دلوقتي هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده إيه تاني؟
من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين هذا استودد. اريد ايوه اريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو قول لي الكنز فين بقى خلينا اخلص ده. ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 شبت العلامة العلامة خلاص الكن العلامة سكر سكر الندى المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا هيا هيا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكان وفاشة إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت ومنخوي. خش خش جوه. هيا يلا نوفين دي بعد وقتي. ديانا ديانا اجري يا بنت اجري. يا إلهي يا إلهي لقد عربوا بالسر وضع الكنز. طبا طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا دمروا خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. انظر إلي، هل رأيت رجلاً مسرعاً مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي. هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل عبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. جبتني؟ يعجبني فيك دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي نحن في المطاردة. اجري
نفعل الآن يا لمبي؟ هقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي؟ المفتاح؟ المفتاح ده هو.